السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله. إذا من خلال هذا الفيديو سوف نشارك معكم إثبات سحب جديد من تطبيق بيج بيج كاش، وهو تطبيق خاص بالربح من خلال لعب الألعاب، جمع النقاط وتحويل هذه النقاط إلى رصيد سواء على الباي بال أو بنك الباير. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تابع زر الجرس كي يصلكم جديد قناتنا، وشكرا ل 8130 مشترك على القناة الخاصة بنا. إذا مباشرة سوف نذهب إلى حسابي على تطبيق بي بي كاش. الشرح مفصل ورابط تحميل التطبيق تجدونه في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. إذا هذا هو التطبيق. راح نذهب هنا إلى خانة الحساب الخاص بي. راح نجد في حسابي لدي الآن 11046 نقطة. راح نقوم بالذهاب إلى خيار السحب الموجود في الأعلى على الباي بال. فكما تلاحظون هنا يوجد عدة طرق سحب من بينها بنك الباير. راح نقوم بالضغط على بنك الباير. كما تلاحظون هنا الحد أدنى للسحب هو 1 دولار ب 11000 نقطة. يمكن أيضا سحب 5 دولار 52000 نقطة، 15 دولار ب 155000 نقطة. يطلب مني الاي دي الخاص بي على بنك الباير. راح نذهب فقط إلى حسابي على بنك الباير لكي نقوم بإحضار الاي دي الخاص بي. الآن راح نقوم فقط بوضع البصمة بهذا الشكل، ثم بعد ذلك سوف نذهب هنا إلى الأعلى اليسار ونقوم بنسخ الاي دي. بعد ذلك نعود إلى التطبيق ونقوم بوضع الاي دي هنا. تلاحظون الآن راح نختار 1 دولار، العملة دائما يعني يوجد فقط الدولار. راح نقوم بالضغط على ريدي منيو بهذا الشكل. الآن كما تلاحظون تم السحب بنجاح. حاليا السحب الخاص بنا هو قيد المراجعة وسوف يتم الدفع لنا في غضون 7 أيام. الآن راح نعطيكم الأرباح الخاصة بي من هذا التطبيق. أول سحب كان لي يوم 17/1/2022. كم سحبنا منه إلى غاية الآن؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. الدولار العاشر هو حاليا قيد المراجعة، 10 دولار من تطبيق بيج بيج كاش. هو تطبيق صادق 100%. إذا كنت تريدون العمل عليه شرح موجود في صندوق الوصف. إلى غاية أن يصلنا السحب إن شاء الله نكمل لكم هذا الفيديو. إذا وكما قلنا في حدود 7 أيام سوف يتم الدفع لك، وتم الدفع لنا في غضون 3 أيام أو 4 أيام منذ أن طلبنا السحب. راح نذهب هنا إلى خانة السحب الموجودة في أعلى اليمين، راح نقوم بالضغط عليها. راح نذهب إلى خيار اسمه ريديم ريكورد دائما من أعلى اليمين، نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل. كما تلاحظون آخر السحب لي كان يوم 24/1/2023. توصلنا بالسحب 1 دولار على بنك الباير. Thank you for your support. راح نقوم بالذهاب هنا على بنك الباير الخاص بي. تلاحظون الاي دي هو نفسه ب10 والرقم الاخير هو 20. راح نقوم بالدخول على العملة الدولار. كما تلاحظون وصلتني على الساعة 7:22 يوم 29 جون 2023. راح نقوم بالدخول على الدولار الثاني، كما تلاحظ ليس الأول بل الثاني. راح نقوم بالدخول عليه بهذا الشكل من تطبيق كاش جيم. كما تعرفون يعني هنالك الكثير من الألعاب يعني تابعة لنفس الشركة وبالتالي تدفع بنفس الاسم. هنا كاش جيم كما تلاحظون قمنا بالدخول على الدور الاول نفسه كاش جيم، يعني كما قلنا انه شركة واحدة لديها عدة تطبيقات. هذا هو الاثبات الخاص بنا اليوم. نسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. نلتقي في فيديو جديد، الى اللقاء.